طيب دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية معانا. يا دوك صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك واخواتك الكريم، اهلا بيكم. اهلا بيك، مبروك طبعا للأهلي في البداية، وحضرتك كنت معايا يوم الاربعاء وكنا مستبشرين خير والحمد لله قد كانت. خلينا نطمن بقى من حضرتك على درجات الحراره، احنا دايما بنحب اول اسبوع ونهايه الاسبوع نطمن من حضرتك كده الوضع النهارده والايام اللي جايه هتكون ازاي، اتفضل يا دكتور. يعني الحمد لله احنا كلنا مستشعرين استقرار شويه في الاحوال الجويه والاجواء الخريفيه اللي هي تعتبر افضل اجواء في جمهوريه مصر العربيه على مدار العام، لو الطقس اللي بنشوفه في فصل الخريف درجة الحرارة فيه معظم أيامه حول المعدلات الطبيعية، ورغم إن هناك في فارق محسوس وملحوظ بين ساعات النهار وساعات الليل المتأخرة، اللي بيخرج الصبح بدري أو بيرجع بالليل متأخر يحس بنفمات من البرودة في حالة الجو. فدي أهم نصيحة للفترة اللي جاية، بقدر الإمكان تغيير نوعية الملابس النهار عن الليل، يعني من الاحتمال إن احنا ناخد جاكيت معانا بالليل واحنا راجعين متاخر نلبسه، او واحنا خارجين الصبح بدري خصوصا ابنائنا مدارس والجامعات طبعا بيخرجوا بدري قوي، او الموظفين طبعا بيخرجوا بدري بدري جامد. طب واحنا في الظهر بقى؟ لا الظهر الجو حلو، الشمس حلوه والاجواء مستقره بشكل كبير، درجه حراره من 26 ل 27، يعني جو ممتع جدا خلال على الاقل 72 ساعه اللي جايه. السبورة فرصتها مش كبيرة، فرص السبورة خفيفة مش هتأثر على الطريق إن شاء الله، سواء طرق ساحلية أو طرق محافظات رواد البحر وشمال الصعيد. لكن طبعا يعني هنبدأ نخش فرص سقوط أمطار تاني خصوصا طبعا على سواحلنا الشمالية، ده تبدأ من بكرة أمطار كده خفيفة ممكن تكون متوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية، وخاصة طبعا اسكندرية محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ، هتبقى الفرص دي موجودة معانا يوم الاثنين والثلاثة إن شاء الله، أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا. أوكي، يعني في العموم الأسبوع ده يا دكتور محمود أسبوع مستقر، ما فيهوش أي مشاكل، ما فيهوش أي تقلبات، ما فيهوش أي خدع، عشان بس الناس تطمن، دنيا مستقرة الأسبوع ده لحد كبير. رائع جدا، نشكرك على هذه التغطية، شكرا ليك جدا دكتور محمود شاهين.